جرش هي المحافظة الوحيدة في الأردن الوحيدة التي لا يوجد فيها إلا لواء واحد، مع أنها الأكثر كثافة سكانية. احنا قدمنا كثير للوطن ونتشرف في ذلك، استقبلت اللاجئين من الشركس وشوام والفلسطينية والسوريين وكل مكان، أغلب سكان جرش من اللاجئين. بدنا لواء ثاني أسوأ بغيرنا، بدناش زيادة عن غيرنا، ما بدنا زيادة عن غيرنا.